معالي السفير محمود الأسدي، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بكم، مساء الخير، ربنا يديكم الصحة والعافية وما شاء الله على النشاط الواضح. الله يبارك في حضرتك. عنوان المؤتمر بتاعنا مصر تستحق، من وجهة نظر حضرتك شايف مصر تستحق إيه؟ مصر تستحق كل حاجة. مصر في سبيل عزتها ومنعتها بتهون الأرواح، فكل ما دون الأرواح بسيط، فتستحق الجهد، تستحق التعب، تستحق العمل، تستحق النشاط، تستحق كل حاجة في سبيل رفعتها وعزتها ومكانتها. حضرتك طبعا نورتنا في المؤتمر النهاردة، ايه رأي حضرتك في تنظيم المؤتمر؟ واضح تنظيم رائع، يعني احنا من الاساس متابعين نشاطات الاتحاد، نتمنى هذا النشاط يكون حافز الى نشاطات اكبر وافضل، وزي ما تابعت البعض انه له قفزات في الدول العربية ونشاطات متتابعة، نتمنى انه تزداد وتتفاعل وتتكاتف مع بعض ليكون، لانه هذا الاعلام هو الصوت الوحيد الذي يدخل كل البيوت بدون استئذان، وبالتالي على عاتقكم مسؤولية كبيرة تتطلب إيصال يعني الأمور الصحيحة اللي واجب توصل لكل الناس، من أجل أن يكونوا مطلين على الأهداف الحقيقية والأوضاع الحقيقية اللي بنمر فيها. حضرتك الاتحاد الدولي للصحافة العربية من أبرز أهدافه هو توحيد الإعلام العربي، إيه رأي حضرتك في الهدف العام؟ ده اللي عم بقول أنا، أنه بالنهاية لازم يكون في هدف أنه يقدر يوصل للمواطن العربي الـ يعني الصوت الإعلامي الصحيح الحقيقي، الرسالة الإعلامية الواضحة اللي بتفوت على كل بيت، بيقدر يفهم منها حقيقة ما تعاني الأمة العربية، لأنه هو اتحاد لكل الأمة العربية، بتابع كل القضايا العربية، كل القضايا طبعا الساخنة في أمتنا العربية وما أكثرها بهالأيام طبعا، يعني بالهذا رغم أنه القضية الفلسطينية كانت ولا زالت قضية العرب الأولى والقضية الأساس، نتمنى أن تكون لها حيز في نشاطات الاتحاد الدولي، وأنا لا أشك طبعا في قدرات الشباب ونشاطهم وتوجههم لدعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الإعلامية إن شاء الله. ونحن نشكر لحضرتك تواجدك الدائم ودعمك الدائم للاتحاد، وحضرتك نورتنا في المؤتمر. ربنا يخليكم، إن شاء الله يتكلل هذا المؤتمر بالنجاح كسابقاته. شكرا لحضرتك. معالي السفير نصر السلموني، أهلا وسهلا بحضرتك معنا، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. حضرتك المؤتمر مصر تستحق، كنت حضرتك تقصد ايه بمصر تستحق؟ طبعا مصر تستحق كل خير، تستحق تعليم، تستحق صحة، تستحق نجاح في مجالات التجارة، في الصناعة، في الزراعة، كل المجالات مصر تستحقها، ولا نطلب من مصر إلا بعدما نعطي، فمصر تستحق منا العطاء فقط ولا نطلب الآن. طيب حضرتك في الاتحاد الدولي للصحافة العربية، ايه اهم وابرز الاهداف اللي حضرتك حاططها عشان تحققها في الفترة اللي جاية؟ وتوحيد الاعلام في الوطن العربي تحت راية وحدة العروبة، وعدم الخضوع لاي ضغوط سياسية او عصبية قبلية او عصبية عرقية، ولكن الهدف هو العروبة، وحدة الوطن العربي بعيدا عن الانفصالات التي تحدث الان. طيب حضرتك دلوقتي في الاتحاد الدولي للصحافة العربية، حابين حضرتك تدينا فكرة بسيطة عن الاتحاد؟ الاتحاد هو عبارة عن هيئة أو منظمة دولية غير هادفة للربح، تهتم بالإعلام وبالإعلاميين في كل مكان ما داموا صحفيين أو إعلاميين عرب على مستوى العالم كله. طيب يعني التنظيم النهاردة في المؤتمر، أنا مش هسأل حضرتك يعني إيه رأيك في التنظيم لأن حضرتك يعني رئيس المؤتمر، بس أنا عايز أقول لحضرتك، هل كنت تتمنى تحقيق حاجات أكتر في المؤتمر ده، أو دعوات لناس أكتر أو شخصيات أكتر؟ أنا كنت أتمنى فعلا أن ناس كتيرة تيجي، بس الإيد قصيرة ومش قادرين، فاحنا اكتفينا بالناس الموجودة في الإسكندرية، وبعض الزملاء تفضلوا علينا بالحضور من الأليوبية، كفر الشيخ، بحيرة، غيرها من المحافظات والقاهرة. دكتور ناصر السلموني، احنا بنشكر حضرتك جدا وبنتمنى لحضرتك ان شاء الله التوفيق في المؤتمر وفي كل المؤتمرات اللي جاية. ولقائنا دلوقتي مع دكتور رأفت الخمساوي، ممثل الاتحاد الدولي للصحافة العربية في وجه بحري، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك دكتور عبير، اهلا وسهلا بك. بحضرتك طبعا انت اكتر واحد ممكن يقول لنا مصر تستحق ايه؟
مصر تستحق الكثير. يعني يكفي بس ان احنا نرجع بالاغاني القديمه الجميله كانت بتقول مصر التي في خاطري وفي دمي، والاغنيه ما تقولش ايه هدتنا مصر وليحنا هندي ايه لمصر. اعتقد ان مصر الفتره اللي جايه محتاجه سواعد ابناء الشعب المصري الفتي، ومحتاجه كل الكوادر ان هي تشتغل تعمل تجد وتكافح عشان نرتقي بمصر المحروسه، نرجعها زي زمان، نحس ان لنا اقتصاد قوي، نحس ان لينا اعلام قوي، نحس لينا استعلام وهيئه استعلام قويه جدا، نبين للعالم كله ان شعب مصر لا زال بخير مهما هددته الثورات الكثيره ومهما عانى من احتلالات قديمه، ولكن سيظل الشعب المصري رغم التقسيمات التي طرأت علينا بعد ثورات حلم الربيع العربي، ولكن مصر هي ام الدنيا، مصر هي التي سوف تكون مناره العالم باذن الله اذا تعاوننا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب حضرتك، احنا حضرتك برضو اتكلمنا عن ابرز اهداف الاتحاد الدولي للصحافه العربيه. أنا بصفة ممثل الاتحاد الدولي للصحافة العربية في وجه بحري طبعا بأشيد بهذا الجهد الكبير الذي قام به الدكتور ناصر السلموني، وطبعا معالي حضرتك النائب الرئيس على المجهودات الكبيرة. وأعتقد أن الانطلاقة الثانية من الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط بعد مؤتمر الشرقية، أعتقد أن الاتحاد العربي هدفه محدد، كيفية توصيل الإعلام على مستوى العالم العربي وتوحيد الإعلام العربي تحت راية وتحت سماء موحدة بنقول فيها للشعوب العربية وشعوب العالم نحن أقوياء بإعلامنا، نحن أقوياء بكوادرنا، نحن أقوياء بتوصيل المعلومات الصحيحة لكافة دول العالم. أعتقد أن الهدف الفترة اللي جاية على الإعلام، لأن الإعلام قادر على التوجيه الصحيح، ولابد أن نفرق بين كفتي الميزان، ما هو إعلام إثارة وما هو إعلام هادف. وأعتقد أن من ضمن أهداف الاتحاد الدولي هو الإعلام الهادف والتوعية الهادفة في كافة محافظات مصر ثم خارج محافظات مصر في الدول العربية ثم الرسالة الأخرى على مستوى العالم. أعتقد المكاتب الكثيرة الموجودة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم ده بتدل على المكانة الثابتة للاتحاد الدولي للصحافة العربية. وكمان في حاجة أقوى كمان اللي هو الإعلام التكنولوجي أو اللي هو الاتحاد العربي للتكنولوجيا والمعلومات. أعتقد أن بقى في توأمة نقدر نقول أن في كيانات ابتدت تبقى على الأرض الواقع فعالة، وأن الاتحاد بيبذل كافة جهوده أنه بيختار ممثلي صح، بيختار تنظيماته صح، بيختار التوقيتات الصح اللي يقدر يقول فيها إحنا متواجدين جنبا إلى جنب في الإعلام المرئي والإعلام الورقي والإعلام الإلكتروني وكل حاجة خاصة بالتوعيات اللي هي خاصة بالإعلام عامة يعني. طيب سؤال أخير، هاخد رأي حضرتك في تنظيم المؤتمر، إيه رأي حضرتك؟ والله طبعا أنا شايف الدكتور ناصر السلموني بصراحة بذل جهد غير عادي وكعادته، الرجل المتحامل على نفسه جدا جدا، والرجل الصبور كالجمل الصبور الذي يضرب في الصحراء وهو يحمل على عاتقه الكثير من المعاناة والكثير من العقبات، ولكن رغم كل ذلك فهو رجل المهام الصعبة الذي يتحمل كثير. أعتقد أن هناك إذا كان هناك بعض الأشياء، ولكن أعتقد أن كل خطوة نخطوها إلى الإمام بنحاول نتخطى بيها كل العقبات وكل الحواجز لتبقى موجودة. النهاردة في مؤتمر ناجح إن شاء الله، بعد يبقى في مؤتمر أنجح، بعده إحنا بننشد المثالية حتى نصل إلى درجة القصوى في السقف العالي للطموحات بتاعتنا. وأعتقد إن أي حاجة بتقابلها عقبات وتقابلها أي حاجة أعتقد مع الوقت بنقدر نتداركها كلنا كاتحاد دولي للصحافة العربية. شرفتنا جدا في المؤتمر، مع ان المؤتمر بتاع حضرتك. شكرا. العفو يا دكتوره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. استاذ ناصر فاروق نائب رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم واهلا بالقناه. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا النهارده في مؤتمر مصر تستحق، من وجهه نظر حضرتك تستحق ايه مصر؟ مصر تستحق الكثير والكثير. واولا انا بشكر الدور اللي بيقوم بيه الدكتور ناصر السلموني وجهوده الغير عادية سواء في الاتحاد الدولي للصحافة العربية أو للاتحاد العربي للتكنولوجيا والإعلام، وهو خطوة لتوحيد الصف العربي والكلمة من خلال المجال الإعلامي سواء في المكتوب أو المرئي أو المسموع، لأن مصر والعالم العربي والإقليم بيخوض زي ما قلت قبل كده كثيرا حرب جديدة من حروب الجيل الرابع. هذه الحروب إما بالوكالة، وهذه الوكالة نسبت لجماعات إرهابية تحت مسميات شتى والتفحت بعباءة الإسلام، والإسلام منهم براء، بالإضافة إلى أن أهم وسائل هذه الحرب وأدواتها هو الإعلام.
وبيحاولوا من خلال الإعلام تغييب العقول وتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب وإشاعة الفتنة بين الشعوب وتصوير الأمور في الداخل والخارج على إن هناك كوارث والأمر عاري تماما من الحقيقة ومن الصحة. فهذا المؤتمر اليوم تحت رعاية الاتحاد هو خطوة للأمام لتوحيد الكلمة والصف والإعلام العربي لعودة القومية العربية من جديد، ومصر تستحق أن تظل كما كانت وكما ستبقى بإذن الله رائدة في كل المجالات وعلى رأسها الإعلام. طيب أنا قبل ما نختم لقائنا عايزة أسأل حضرتك، إيه رأي حضرتك في تنظيم المؤتمر؟ لا شك أن القائمين على هذا المؤتمر بذلوا جهود غير عادية، وأنا بكرر شكري للدكتور ناصر السلموني وكل من حاوله من جنود، وأتمنى له التوفيق دائما وإلى الأمام بإذن الله. شكرا لحضرتك وسعدنا بلقاء. أهلا بك. ومعنا دلوقتي يعني رئيس شعبة المبدعين العرب المبدع الكبير دكتور سمير عبد الرازق، أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا أستاذ دكتور عبير، اللي هي شعبة مبدعين عرب ومستشارة شعبة مبدعين عرب، فهي هتمجد مين هيمجد أكتر مني. الله يبارك في حضرتك يا فندم. عايزة أسأل حضرتك من اسم المؤتمر مصر تستحق، من وجهة نظر حضرتك مصر تستحق من إيه؟ مصر تستحق منا كل شيء مش في جانب واحد، واعتقد ان انت كمشاركة في حملة نهاية اللي هي اصلا اهدافها نهاية كل الاشياء الرديئة اللي دخلت حياتنا، لان مصر تستحق. عندنا سياحة ولم يحدث لها تنشيط داخلي، لان الناس كلها عايزة افكار معينة، عايزة ناس تانية تمشي لها الحال، مع العلم ان احنا نقدر نعمل سياحة داخلية، نقدر نعمل سياحة خارجية. عندي مبادرات تعليم 1000 مبادرة والناتج التفعيلي على الارض قليل، لان مصر تستحق، تستحق من ان نبقى زي الفلاح. احنا عملنا ثورة كل القطاعات نامت ما عدا قطاعين، الفلاح والفلاح. فمصر تستحق الاسم جه في وقته جدا، لان انا كاتب عندي في مقارنة ما بين مؤتمر عملناه 2012 هنا لما كانت مصر في مفترق طرق، لما كنت بتكلم مع واحد بيقول له مصر تروح في أي مكان، أنا مش عايز جنسية زي اللي بيحصل. النهاردة 2015 مصر تستحق من خلال الاتحاد العربي، اتحاد الصحافة العربية، دي معناها بالنسبة لنا دي إشارة بتقول إن الشعب المصري وصل رسالة لفرد الدكتور ناصر الدكتور عبير انه يطلع حاجة اسمها مصر تستحق. انا بقول لكم بقى مصر تستحق، احنا نتمنى ان احنا نستحق نبقى على ارض مصر زي الجيش والشرطة والقضاء. شكرا. شكرا لحضرتك. طب قبل ما نختم لقائنا عايز اقول لحضرتك انه من اهم الاهداف اللي بيعمل عليها الاتحاد الدولي للصحافة العربية هي توحيد الاعلام في الوطن العربي، ايه رأي حضرتك في الهدف ده؟ اولا كان بدان اعلام، اعتقد الاعلام لانه مكون رئيسي في المشاكل الحاليه، ولانه كان مكون رئيسي اصلا في المشكله اللي جات لنا، وهو لانه اصل في ايده في حلول. احنا بنتكلم على اعلام ما نقدرش نقول ده وحش وما نقدرش نقول انه حلو، احنا بنقول انه مكون رئيسي في كافه مشاكلنا في التناول. يعني انا ممكن اتناول مشكله اعمل حلول، وممكن اتناول مشكله اعمل مشاكل، زي ما بيحصل ما بين الاعلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي انه بيعمل اثاره يكسر حاجات عملها ناس كتير بعرق، دي اثاره. اما نتكلم على اعلام ونصلح اعلام معنى ذلك انك انت صلحت دوله، صلحت سياحة وتعليم وصلحت صناعة وصلحت. أما أقول للإعلام، وأنا كنت في القناة الأولى من فترة بقول لهم كان نفسي 50 عالم اللي عندي اللي هم روسيا اللي راجعين روسيا الأسبوع الجاي ما يرجعوش هم جايب نانو تكنولوجي، لأنه هو كان مين بيستضاف الراقصة وبيستضاف مش إعلام، يستضاف عالم. أنا نفسي أن الإعلام يقوم بدوره، لأنه قام بدوره الدنيا كلها تبقى جميلة جدا. أنا كعضو، غير أني رئيس اتحاد رئيس شعبة مبدعين العرب، كعضو في اتحاد الدولي للصحافة العربية I have a lot of names so you must for... أنا آسف جدا يا أستاذ، لازم نحط في راسنا
ان الاعلام مطلوب منه نمبر وان انه يحس انه مصنع، يا اما بينتج منتج بناكل بيه يا منتج بموت بيه. لان الاعلام بيطلع فكره ممكن الناس تموت نفسها، ممكن تطلع فكره مصنع يشتغل بيها، ممكن تطلع فكره السياحه تقفل زي ما احنا بنعمل. ان احنا بخلي الضوء اللي على القاهره ضلمه، وبالتالي بدي اثاره. انت عارفه دي مشاكلنا اللي احنا شغالين فيها. احنا عندنا مونديال عملناه في 2012 كان حضره 22 دوله عربيه، دي كانت شعله. انا رايي الاعلام المصري له دور سواء في البناء او الهدم. انا مع الاعلام وبقول نرجو ان نحافظ على مزبيره، لان مزبيره ده هو بيحافظ له على حتتين. الجزئيه الاولى انه بيعرف الخبر امتى يخرج وامتى ما يخرجش. مش معنى اعلام ان انا اطلع الخبر، الخبر اذا كان هيطلع وله اثر وعلى الشارع اطلعه، اذا ما طلعتوش مش معناها انه كبت على الاعلام. الاعلام المسؤول سواء في اي قناه سواء خاص او عامه بيبقى فيه رقابة داخلية، مين يطلع للجمهور ومين ما يطلعش. مش معناها انها مضغوطة، ده معناها انها مسؤولة، انه اعلام مسؤول ومحترم وله اثر على الشارع. الاعلام سواء مصري او غيره هو المدخل الرئيسي اما للانتاج واما للهدم، اما بناء او اما هدم. انا شاكر جدا. شكرا لحضرتك، سعيدنا جدا بلقاء حضرتك. شكرا لحضرتك استاذ وليد العريان رئيس الاتحاد الدولي للمواقع الالكترونيه، اهلا وسهلا بحضرتك. بك يا فندم، اهلا بك. حضرتك النهارده في مؤتمر مصر تستحق، من وجهه نظر حضرتك مصر تستحق ايه؟ مصر تستحق مننا العطاء بلا حدود، مصر تستحق مننا التنميه بلا حدود. مصر طول عمرها يعني عطاءة، مش هقول لك عطاءة بمعنى ان مصر بتبخل على ابنائها، لا، مصر بتعطي ابنائها، مش بتعطي ابنائها بس، مصر بتحتضن منطقة الشرق الاوسط، ومصر تحتضن العالم العربي كله باجمعه. مصر مهما اقول مش هقدر اقول لك الا غير ان هي تستحق الكثير والكثير والكثير مننا يعني. طيب حضرتك، من اهم اهداف الاتحاد الدولي للصحافة العربية هو تجميع كلمة العرب في الاعلام، حضرتك ممكن تقول لي ايه رأي حضرتك في الهدف ده؟ والله هو شيء جميل جدا وهدف نبيل جدا، يعني بحكم ان احنا طول عمرنا دولة ريادة ودولة سيادة في منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي. لا ننكر ان اشقائنا العرب يستحقوا ان احنا نكونوا كلنا تحت مظلة واحدة، وهي مظلة كيان محترم زي الاتحاد الدولي للصحافة العربية. الكيان ديت ان هو المفروض هيكون قوتة كل الكيانات الورقية هتكون عليه، لان احنا مهتمين اساسا بالجانب الالكتروني. احنا نتمنى ان مصر ترجع لها الريادة، لان احنا نعتبر وعندنا اعرق 10 مؤسسات صحفية في العالم، يعني مثل الاهرام. الواحد بيحزن جدا لما بيحس ان مش عندي، انا عندي حتة الانانية في حب بلدي، ان انا عايز بلدي تكون احسن بلد في الدنيا. في دول لسه بتاعت اول امبارح زي ما بيقولوا، ما بلاش 40 سنة، النهاردة بتحاول ان هي تفرض سيطرتها بالسوشيال ميديا او بالاعلام على وجه العموم. لا، مصر احنا دولة سيادة، دولة قرار، احنا يعني اكبر جيش عربي في منطقة الشرق الاوسط. ازاي احنا على الرغم كل العلوم وعلى الرغم كل ديات واحنا ما نقدرش نكون عندنا منبر بيجمع كل الكيانات الورقية عن نطاق الوطن العربي؟ يمكن فكرة الاتحاد الدولي للصحافة العربية لا، دي فكرة بناءة، بالعكس فكرة تنموية، ان احنا نقدر كل الكيانات الورقية على مستوى العالم العربي من المحيط للخليج تكون تحت مظلة كيان محترم زي ديت. احنا يمكن نسنده من جانبنا احنا كجانب الكتروني، وده دورنا هو مواكبة العصر الحالي ديت، ان احنا على الاقل نكون في بروتوكول تعاون ان احنا نشبك لهم ونطرح الفكرة. احنا كاتحاد دولي للمواقع الالكترونية، انا لسه هسأل حضرتك حالا دلوقتي، يعني ابرز الاهداف اللي عندكم في الاتحاد الدولي للمواقع الالكترونية؟ احنا هدفنا ان احنا عندنا اكتر من برنامج، احنا اول مظلة دولية على مستوى العالم بتعمل في تجميع المواقع الالكترونية طبقا لمعاييرها وطبقا للائحتها. ده الهدف الاول. احنا بنأهل وبندرب بنثقف بنقدم دعم فني وتقني للمواقع الالكترونية. يمكن احنا زي ما حضرتك عارفة احنا لسه كنا راجعين من المغرب، كان عندنا ملتقى الدولي للمتطوعين والعاملين بالاعلام الالكتروني في المغرب، وبنحضر حاليا لملتقى تاني ان شاء الله هيكون في شهر نوفمبر، هيكون في تونس. ويوم 11 ان شاء الله ديت عندنا في مبادرة الكترونية كانت في 2014 من خلال مؤسسة وطن عربي بلا حدود، اللي انا اتشرف ان انا اكون رئيسها، والاتحاد الدولي للمواقع الالكترونية. المبادرة ديت يعني يمكن دي اول شق ليها، هيكون على نطاق
أرض الواقع في مبادرة اسمها لم الشمل. إحنا يمكن المبادرة دي الهدف منها نبيل إن هو نكون كل الكيانات بتعمل بتجتمع تحت تلك المظلة من أجل التسامح وعدم التعصب وعدم التفرقة. كتير من الناس بتحاول إنها تصنع فتن ما بين كيانات محترمة وما بينها وما بين بعضيها. إحنا ضد النظرية دي خالص، وضد إن يكون التعامل من خلال أفراد، لا من خلال كيانات ما بينها وما بين بعضيها. شيء يشرفني إن أنا أتعامل مع كيان محترم زي الاتحاد الدولي للصحافة. برضو لسه هسأل حضرتك وأقول لك إنه هل ممكن يكون في توأمة قريبة بين الاتحاد الدولي للصحافة العربية والاتحاد الدولي للمواقع الإلكترونية؟ طبيعي، ده شيء يشرفني طبعا. احنا الجانب بتاعنا اساسا مواكبه العصر من خلال التشبيك الالكتروني، لان احنا المظله اللي بتجمع كافه المواقع على مستوى 5 قارات. من الطبيعي ان احنا لازم نقدم الدعم الفني والتقني للاتحاد الدولي للصحافه العربيه من خلال دورنا احنا كاتحاد دولي للمواقع الالكترونيه. مش معنى كلمه ان اتحاد دولي للصحافه العربيه بيعمل في الجانب الورقي يبقى احنا لا ملناش دور معاه، لا بالعكس، ده احنا دورنا مهم جدا، لان احنا اللي بنوصل صوته على نطاق 5 قارات. اللي يفكر ان يقول ان مفيش بروتوكول تعاون او مفيش تشبيك ما بين الاتحاد يبقى ما بيفهمش اعلام. لازم يكون في عمليه كوميونيكيشن ما بين الطرفين، ده هدف نبيل. احنا عايزين نكمل بعضينا يا جماعه، مفيش صراعات ما بيننا ولا اهلي ولا زمالك، احنا رياضه بمعنى صح، منافسين ما بيننا وما بين بعضينا. كل واحد بيقدم اللي عنده من الجانب الفني، احنا بنقدم بطريقتنا وباسلوبنا وبخططنا. الاتحاد الدولي للصحافه العربيه بيقدم بطرق، وبرضك فينا احنا كلنا اصدقاء وكلنا اصحاب، طالما في الادب والاحترام والاخلاقيات للمهنه بنحترم الجميع. حد خرج عن النص احنا بنعرف نرد برضك. يعني في النهاية بنشكر حضرتك جدا جدا تواجدك معنا. شكرا أستاذ وليد. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. شكرا ليكوا أعزائي المشاهدين.